على ذكر المنتخب الجزائري، رياض محرز بدوره تعرض لانتقادات لاذعة، انتقادات كبيرة، واليوم حتى في الندوة الصحفية لجمال بن ماضي دافع عن اللاعب وقال أن هذا اللاعب يتعرض منذ فترة إلى عديد الانتقادات. يعني ماجد، نفس السيناريو اللي صاير مع محمد صلاح صاير مع رياض محرز. طبعا تكون ضغوط كبيرة على اسم مؤثر رياض محرز. ذكريات 2019 في مصر رفعت من أسهمه كلاعب كبير ومؤثر، لا مع فريقه في المان سيتي أو مع المنتخب الجزائري. الكل يعول عليه بأساس أنه يكون المنقذ صاحب الحلول، مش بالضرورة أنه اللاعب يقدم مستوى الطب في كل المباريات. ربما خانوا الحظ، لياقة بدنية، ربما يعتذر بطريقته الخاصة في المباراة القادمة. واضح. ما نعرفش حمادي، الفريق الجزائري فريق متكامل، عنده فرديات ممتازه، يوصي فيه شويه هدوء، خاصه المدرب الوطني الجزائري بصراحه تحس بيه متوتر، متوتر برشا، معناها مش داخل. دونك شويه هدوء، شويه تركيز. نشوف المنتخب الجزائري من احسن الفرق فرديا، لكن المدرب صراحه يزمو يعرف يتعامل مع مجريات المقابله. ثم شويه ضغوطات وثم شويه توتر، وهذا عكس على الفريق الجزائري. لما تشوف الاوراق الصفراء في المقابله الاولى، فايز 1-0 واكثر فريق ذا ورقه صفراء في الجوله الاولى، هذا غير عادي بصراحه بالنسبه للمنتخب. عنده الخبره وكاليبر كبير كما المنتخب الجزائري. رياض محرز كالعادة، كما سألت الجماعة الكل، ديما كل لاعب يعني نجم في الفريق متاعه يتعرض إلى ضغوطات وربما إلى انتقادات لاذعة. علاقة المدرب اليوم هي مع اللاعب يعني موضوع حديث الساعة في الجزائر، أنه اللاعب المفضل، اللاعب اللي عنده شخصية واللي ما نجمش المدرب رغم شخصيته الكبيرة جمال بن ماضي يواجه اللاعب ويخرجه في وسط المباراة. شوفوا، رياض محرز مش نفس معك كما محمد صلاح. يعني هو عمل الشوا اللي هو باش يمشي للسعوديه، عمل شوا، هو ديجا صار بوليميك. عندي برشا صحابي معناتها ديزالجيريان قالوا لي يعني هو ديجا جي اون سيغ بوا في البريباراسيون. هو نورمالمون معناتها هذاك الاوبجيكتيف نتاع السيزون نتاعو، هو قالها والاوبجيكتيف سيزون نتاعو جي اون سيغ بوا ديجا، معناتها لا باي لي با بارتي معناتها افيك دي بون باز. وتوا معناتها سي لا بريسيون اللي عنده توا، سي نورمال بصراحه، خاطر هو عنده برشا توا، الى موش ديسيزيف مع الجزائر، ولي جون معناتها كومونس بصراحه سان باسيونتي.